النهاردة هنتكلم عن مجانين أهل الفن. ما بين الإعجاب بإحدهما والجنون شعرة بسيطة قد لا يستطيع البعض التعامل معها، ويسخر تاريخ الفنانين بقصص لمهووسين أحبهم حتى الجنون. مجنون الفنانة إلهام شاهين. في عام 1998 اقتحم رجل مكتب دعاية أيمن شاهين شقيق الفنانة إلهام شاهين وطلب الزواج من الفنانة بأي ثمن ومهما كلفه الأمر. ووفقا لجريدة الشرق الأوسط فإن الرجل ويدا عميم صاد كان يعمل محاميا ويسكن في محافظة الشرقية، واعتاد الذهاب إلى مكتب أيمن شاهين لمحاولة الوصول إلى الفنانة إلهام شاهين، وادعى في إحدى المرات إنه زميل دراستها وجاء لمقابلتها. كان مجنون إلهام شاهين يرسل لها رسائل حب وإعجاب، وأحيانا أخرى أرسل لها رسائل تهديد إذا لم تستجب لمشاعره، وكان يذهب إلى مكتب شقيقها باستمرار. ومع تكرار الأمر أكثر من مرة حرر شقيق إلهام شاهين محضر ضد الرجل، وتم التحقيق معه واعترف أثناء التحقيق إنه بيحب الفنانة إلهام شاهين بشكل كبير ويرغب في الزواج منها. ومع سير التحقيقات أخضعته النيابة مجنون إلهام شاهين للكشف الطبي على سلامة قواه العقلية، ولم تكن هي هذه المرة الأولى التي تتعرض فيها إلهام إلى هذا النوع من المواقف، إذ إنها في فترة التسعينات اعتدت على الكثير من تلك المواقف، لكن هذا الرجل كان أكثرهم إصرارا على اللقاء. وفي حوار لها مع جريدة القبس بعد تعرضها لمحاولة رش مادة كوية على وجهها، قالت الفنانة إلهام شاهين إن طليقها اللبناني عزت قدورة هو من فعل ذلك بها لأنه مجنون بها، وذكرت إنه طردها لمدة 3 سنوات وكان معروف وسط زملائها بمجنون إلهام شاهين، واضطرت في النهاية إلى الزواج به مع الاحتفاظ بالعصمة بإيدها. ومع زيادة الخلافات بينهم طلقته إلهام شاهين، فأرسل لها شخص لإلقاء مادة كوية على وجهها. وكشفت تحقيقات وزارة الداخلية في ذاك الوقت عام 1998 إن شخص لبناني اسمه سليم رزق عمره 23 سنة ويعمل سائق كان ينوي تشويه وجه الفنانة المصرية إلهام شاهين، وتبين من التحقيقات إنه فعل ذلك بتحريض من رجل الأعمال اللبناني عزت قدورة مقابل مبلغ 75,000 دولار. مجنون الفنانة يسرى. في أواخر التسعينات وبعد منتصف إحدى الليالي فجأت الفنانة يسرى برجل يقتحم عليها شقتها في حي الزمالك ويمسك بسلاح مرخص وأدوات لقضاء أمسية عاطفية، منها وفقا لما ذكرته صحيفة الرياض السعودية. هدد الرجل كل من تواجد في المنزل وأصر على لقاء الفنانة يسرى مدعيا إنه تجمعه بها علاقة عاطفية وإنهم معتدان على الأمر وإنه جاء بناء على موعد سابق بينهم، وبعد ساعات تم السيطرة على الأمر والقبض على الرجل. وذكرت جريدة الحياة إن الرجل كان ضابط شرطة ويدعى محمد أبو الروس، وادعى في التحقيقات إن له علاقة عاطفية بالفنانة يسرى وإن تلك لم تكن المرة الأولى التي يذهب فيها إليها في شقتها، لكن التحقيقات أثبتت عدم صدق ادعاءاته. انتشرت القصة بشكل كبير في فترة التسعينات، خاصة إن التحقيقات فيها استمرت لفترة طويلة وانتهت بفصله من وزير الداخلية للضابط. مجنون الفنانة شريهان. كان مجنون الفنانة شريهان يختلف عن كثيرين من المجانين، إذ إنه لم يعترض طريقها يوما. وذكرت جريدة الوسط البحرانية إن الشاب كان يحوم حول منزل الفنانة شريهان يوميا لكنه لم يعترض طريقها يوما، واستطاعت شرطة قسم شرطة قصر النيل القبض على الشاب، وقال في التحقيقات إنه يمتلك أموالا في مسقط رأسه بقرية من قرى محافظة الدقهلية، وإنه حاصل على مؤهل متوسط وباع كل ما يملك في قريته وجاء إلى القاهرة من أجل شريهان فقط. ونسبت التحريات إلى قوله إنه كان يقضي 15 ساعة يوميا أمام منزل الفنانة شريهان حتى يراها. وذكرت الجريدة إن الشاب طلب من وكيل النيابة في نهاية أقواله أن يفاتح شريهان في أمر الزواج. ومع استمرار التحقيقات وقع الشاب على تعهد بعدم التعرض لها. مجنون السيدة أم كلثوم. كان لسيدة الغناء العربي مريدين كثيرين، إحداهما كان مجنون بها. إذ ذكر الناقد الفني طارق الشناوي في مقال نشره بموقع MBC إن هناك رجل اسمه عبد القوي أقام في الثلاثينات دعوة قضائية ضد السيدة أم كلثوم، طالب فيها بإخضاعها إلى بيت الطاعة
باعتبارها زوجته، وتم التحقيق في الدعوى، ولكن القاضي اكتشف ان الراجل مجنون. وقال طارق الشناوي انه كان غاوي شهرة. مجنون السندريلا سعاد حسني هو الاشهر ضمن قائمة طويلة من مجانين المشاهير، اذ انه كان ريجيسير يوصل لها الافلام الى المنزل. كانت الفنانة سعاد حسني تعطف عليه فاعتقد انها تحبه. ووفقا لمقال كتبه الناقد الكبير طارق الشناوي، فإن الريجيسير كان يظهر حبه للسندريلا، وعندما رفضت هام على وجهه لمدة 20 عام يحوم حولها من بعيد ثم اختفى. ورددت قصة الريجيسير في مسلسل السندريلا، وكان الرجل يطاردها دائما ويحاول التقرب منها ويجلس على المقاهي يحكي للناس عنها ويؤكد إنها تحبه وإنها ستعلن طلاقها قريبا من علي بدرخان لكي تتزوجه. مجنونة الفنان الكبير حسين فهمي استدعى أحد أقسام الشرطة الفنان حسين فهمي في أمر عاجل، وحين ذهب للقسم فوجئ بسيدة تسرع نحوه وتقبله وتدعى أنها على علاقة عاطفية شديدة معهم. كانت الفتاة متزوجة وتحب الفنان حسين فهمي وتشاهد كل أفلامه. وبعد حدوث مشاجرة بينها وبين زوجها وذهابهم إلى إحدى أقسام الشرطة، قالت السيدة أنها مرتبطة بالفنان حسين فهمي، وبعد استدعائه تم الحصول على توقيعها بعدم التعرض له. مجنونة الفنان محمد هنيدي في عام 2007 فوجئ الفنان محمد هنيدي بفتاة تحرر بلاغ ضده، قالت فيه انه اقام علاقة معها غير شرعية. وقالت صحيفة الرياض ان الفتاة تعمل مرشدة سياحية، وانها تتهم الفنان الكوميدي محمد هنيدي بمطاردتها والتحريض ضدها وتأجير بلطجية لتحطيم شقتها. وادعت ان هنيدي عرض عليها الزواج العرفي عام 2002 اثناء عرضه مسرحية رائعه، لكنها رفضت فهددها وزعمت ان محمد هنيدي ظل يطاردها لمدة 5 سنين. وخضع بلاغها للتحقيق وانتشرت القصة، ومع التحقيقات اتضح ان الفتاة حررت 5 بلاغات ضد محمد هنيدي من قبل، احداهما اتهمته فيها بمحاولته خطفها في ميكروباص. واتضح في النهاية ان الفتاة معجبة بمحمد هنيدي وتحاول التعرف عليه لكونها معجبة به. مجنونة الفنان حمادة هلال استضافت الاعلامية هالة سرحان في برنامجها هالة شو عام 2005 الفنان حمادة هلال بعد انتشار قصة الفتاة التي كانت تتصل بجميع البرامج التلفزيونية التي تبص على الهواء كي تخبرهم انها زوجة الفنان حمادة هلال، وانه ينكر ذلك وهي لن تترك حقها ابدا. وادعت الفتاة في البرامج ان حمادة هلال ينكر الزواج منها ويتهرب منها، وانهم متزوجان منذ فترة طويلة لكنه ينكر. ومع تصاعد احداث تلك القصة اعترفت الفتاة انها مجنونة به وتحبه بشدة وتتمنى الزواج منه. مجنونة الفنان مصطفى قمر استدعت نيابة قصر النيل الفنان مصطفى قمر بعد ادعاء فتاة استأجرت غرفة في احدى الفنادق الكبرى في القاهرة انها زوجة مصطفى قمر، وانه لن تدفع فاتورة اقامتها لانه هو الذي سيدفعها. وعند تسليم الفتاة الى قسم الشرطة تم استدعاء مصطفى قمر، ومواجهته نفى الامر تماما بينما اكدته السيدة وادعت انها زوجته وانها تحبه كثيرا، ووفقا لما اورده موقع اليوم السعودي. لكن الأمر عرف فيما بعد بأنها مجنونة مصطفى قمر. مجنونة الفنانة سميرة أحمد لم تسلم الفنانة سميرة أحمد من قصص مجانين المشاهير، إذ إن الأمن ألقى القبض على رجل قبل عقود كان يطاردها في كل مكان ويدعي معرفته بها، وكان يرسل إليها الكثير والكثير من رسائل الغرام والحب. واعتادت الفنانة سميرة على تلك الرسائل من نفس الشخص الذي كان يحبها بجنون، لكن الأمن استطاع الإيقاع به فيما بعد والتحقيق معهم، وبالكشف على القواه العقلية اتضح أنه مصاب باضطرابات نفسية.